طيب تمام، احنا بنهبط على الكوكب الجديد بعد ما ودتنا الشمس ورجعنا تاني. انا مش عارف احنا فين، بس انا متأكد انه مكان احلى. حنفي انا محتاج معلومات عن المكان ده، انا مش فاهم اي حاجه. هذا كوكب مشابه للارض. يا انا ملاحظ انه مشابه للارض، بس هو اجمل بكتير. فانا محتاج خريطه، محتاج معلومات عن الحيوانات اللي هنا، اي حاجه. بطيخ، لا استطيع ان احصل على معلومات الحيوانات، ولكن ايوه ولكن ايه؟ علق اشتغل. ولكن استطيع أن أعصر لك على الخريطة. أيوة هو ده الكلام، إحنا محتاجين خريطة عشان إحنا مش هنعرف نعيش هنا. بطير، تم تثبيت الخريطة على بذلتك. بذلتي؟ تقصد سكني؟ هي دي الخريطة؟ طب والله جامدة. تفتكر المكان ده حلو للدرجة دي؟ احنا لسه شايفين اول منطقة هنا، بس تفتكرها كلها حلوة ولا لا؟ المهم انا لازم ارجع لكوكب الارض عشان اجيب ادواتي نقدر نكتشفه بقى براحتنا، لان الادوات كلها اتحرقت لما قربنا من الشمس. سببك يا عم حنفي. مبسوط؟ طب خلينا نرجع. اوكي يلا بينا. اطلاق حنفي، لسه الرخ مش شغال. نفذ الوقود. ايه ازاي نفذ الوقود يعني؟ لا، بقول لك ايه، ما تستعبطنيش. ازاي نفذ الوقود يعني؟ احنا لازم نطلع من هنا. فيول صفر. ماي جاد، احنا ما معناش اي فيول صح؟ ما كل الحاجات اتحرقت في الشمس. يا الله الله يخليك، اعمل ايه؟ انت غبي يا عم. انت الغبي يا عم، صدق بالله انا هفككك على فكره، والله هفككك. طيب من الواضح اللي احنا محتاجين نأسس حياة هنا عشان نقدر نطبق التكنولوجيا اللي كانت عندنا هناك نطبقها هنا، ويمكن نطبق تكنولوجيا احسن، من يعلم، ونقدر نشغل الصاروخ ده ونرجع للبلد. يمكن يعني، يمكن الله اعلم. طيب حاليا ده هيكون المكان اللي هيفضل فيه الصاروخ بقى مع نفسك انت. السلام عليكم. دلوقتي جه وقت البداية الطبيعية العادية بتاعتنا. انا حرفيا مش مصدق نفسي اللي انا بجيب خشب من الاول وجديد. انا اخر مرة كسرت خشب بايدي كانت من 4 شهور. بس يلا، كله فدا المتابعين صح ولا ايه؟ دي الاتشيفمنت هنا نار يا حنفي. ها نار النار يا عين النار، انت هتقلب مصري ولا ايه يا جدع؟ اوكي انا معايا ادوات ستون تمام، فخلينا نستكشف المكان حواليا كده قبل ما انزل الكيفنج. انا متاكد ان في سيستم كهوف كده مناسب هنا، زي اللي في الارض بالظبط صح حنفي؟ خليني استشعر، اقف مكانك. اوكي هقف مكاني. اوكي تستشعر؟ مش عارف ايه الاستشعار ده، بس اوكي. طير بديتي وطير طير. صحيح يوجد كهوف مثل كوكب الارض. اوكي كفو، انا محتاج حاجه اكلها تمام. ايه ده النبته دي؟ حشره. وات ذا فاك. اوكي ايه ده؟ ان اكسترا سيدي بليس، يعني معايا سيدز، بيبر سيدز. لحظه، بيبر ده فلفل. ايه ده؟ فلفل. اوكي انا لقيت قريه مش بعيد عن المكان اللي انا كنت قاعد فيه، فيا رب يكون فيها كده حلوت حاجه كلها ايا يكن. فيها مزارع. سلل قرب يجي، انا محتاج انام. شست. هذا اللي بدي اياه بالظبط. شكرا. دلوقتي بس محتاج انام بسرعه قبل ما الوحوش ترسبن. ما اعرفش وحوش ايه اللي هتترسبن. ابعد انت وهو قوم. انا اللي انام مش انت كلب. هات السرير ده كمان بتاعي. اوكي دلوقتي معانا اكل، خلينا نلود باقي القريه. اوكي يا في بريد، في شويه اكل حلوين يكفونا شويه حلوين برضو من الوقت، شيء حلو. طيب انا متهيألي انا جمعت كل اللي انا محتاجه من القريه دي، فهسيبها وامشي. يلا السلام عليكم بقى. والطف هو في حنفي، قول لي بس معلش، احنا محتاجين معلومات عن الحيوانات دي بسرعه. لا يمكنني ان اعثر على المعلومات. ليه؟ قول لي السبب. السبب هو الستلايت الخاص بي موجود على الارض، وانا لا استطيع ان ادخل على نظام المعلومات الخاص بي. صح، انا نسيت اللي انا كنت اعمل له ستلايت عشان يزكي ذكائه اكتر ما هو ذكي اصلا، فاهم؟ عشان يخلي كده ذكائه حلو، بس ده على الارض. شيت. طيب احنا هنحتاج ان احنا نبني لك ستلايت جديد عشان تعرفنا ايه الحيوانات وايه الاخطار اللي ممكن نواجهها هنا، لان انا شايف كام حاجه غريبه والله يا حنفي. تمام يا زميلي. ايه اقسم بالله انت هتقلب مصري بعد كده وهرميك في الزباله لو عملت كده. طيب ده معناه ان حان وقت اسرع بدايه فيك يا ماينكرافت الجزء الثاني. يلا بينا.
في أصوات غريبة على فكرة، في أصوات غريبة كتير. أنا فيها وأنت مش قلت لي إن نظام الكهوف هنا زي الأرض بالظبط، ليه سمع أصوات غريبة؟ نجحت ليا في وجود مخلوقات جديدة. لا راجل، وجاي تقول لي الكلام ده بعد ما نزلت، شكلها ليلة حلوة. وات من أنت؟ حنفي عرف. حنفي مات. اوه انت تريدر. اوه عمو تريدر. لا انت بتبيع. لا بيبيع ها؟ صاروا حلوة. God damn. قبل ستون لامرد. ممكن نعمل قبل ستون جنريتر بعد كده. كيب؟ لا صلاح. بيع كيبات؟ وانا بص انا زيقس من الكيب ده يا هذا الكيب جامد. بس ثلاثة جولدن ابل. جرين بانر يديني ابل كيب. لا ابص امرالد دايا باندر بيل. انت جامد على فكرة. انا هبقى ارجع لك. بس خد بالك انت جامد. انا عايزك تعرف كده. انا عايزك تعرف كده. حنفي يعمل سكان. لو سمحت يا عم الصغنون انت ممكن تقول شوية. ايوه حنفي يعمل سكان. اعمل له سكان. احنا عايزين نحتفظ بيه في الداتابيس. سكان كومبليت. اوكي ثانك يو فيري ماتش. ودلوقتي وقت اللي احنا نرجع بقى. معلش انا استاذنك، انا لازم اجيب شويه موارد عشان ما اموتش فاهم، عشان اقدر بعد كده اجي اشتري منك تمام. تلاقش انا هكون معك. تلاقش في بلوكات جديده يا حنفي على فكره. كربونايت. تصدق احنا ممكن نستخدم البلوكه دي كفيول، بس احنا محتاجين نعمل بيس جديد الاول عشان كل المعدات بتاعتنا كانت هناك. تعرف هيفضل معايا بكاكسات كتيره كده ومش عارف احطها فين. تستطيع ان تحطها في جيبك. معلش كنت بتقول ايه؟ ايه جيبي؟ ايه جيبي ده؟ لقد اضفت لك خاصيه جديده في بذلتك. يا راجل فين؟ استنى هشوف. يعني انا اقدر اخد البيكاكس ده احطه هنا كده ويرندر كده على سكين. او ماي جاد جاد دايم. اوكي نايس. اما حنفي يعني انت قلت لي ان في كهوف هنا. لا شكل نظام الكهوف ده قليل قوي. انا مش لاقي كهوف. قاعد بحفر بقالي سنين مش لاقي كهوف. فانا هعمل ايه يا متابعين الاعزاء؟ انا كده هاخدها بقى كده كات. يلا 1 2 3 كات. شايفين مونتاج جمدان. طيب فانا جبت 29 دايموند ده كنت هعمل بيها دروع، بس قلت اعملها معاكم احسن. شويه ايرون شويه كول شويه كابل ستون وشويه كوبر، يعني حاجات اساسيه طبيعيه جدا. وجبت دروع ايرون كسرت مره وبعد كده عملت دروع تاني. مش مهم، المهم اللي احنا محتاجين نصلح حنفي بسرعه تمام. وانا احتفظ بالصاروخ ده. وخلينا دلوقتي نشوف احنا نعمل ايه هنا. انا على ما اظن محتاج ابني لي بيت تمام، لان خلاص ايه يا جدعان في ايه؟ انتوا هتنزلوا تاكلوني يعني ولا ايه؟ انا محتاج اعمل لي بيت لان مش هعرف ادير اموري كده من غير البيت. الو يا فدي في دي حاجه اساسيه احنا محتاجينها حاليا. فمتهيالي بقى ايه هروح لتايم لابس. هنروح لتايم لابس. يلا نروح لتايم لابس. 1 2 3. كيف انا خلصت البيت الصغير ده تمام. هو حاجه كده تسليكيه عشان نقعد فيها. بس اكتر حاجه عجباني فيه الديزاين الداخلي. بصوا هنا في الكابو حاطط فيه الصاروخ هنا عشان لما نصلحه بقى. وهنا البوكس بتاع الموارد. هنا المكان ده اللي هو المكان الرئيسي بتاع البيت، بس لسه ما عملتلوش ديكور. حاطط بس فيه السرير. وهنا في زي مدخنه كده حلوه. وهنا بقى المفروض ان هنا بيبقى الجزء ده والجزء ده المفروض كده يبقى مخزن المفروض يعني. طيب خلينا نعمل دروع الدايموند اللي انا قلت لكم عايز اعملها معاك دي، عشان انا بحب اعمل الحاجات معاكم يا جدعان. فالله الله على الاتشيفمنت يا جدعان. ايه الجمدان ده؟ ولا كاني في لعبه ثانيه حرفيا. عملت شغل ممتاز انا. طيب بص يا حنفي انا محتاج شويه معلومات، لانه انا ببني شفت تعبان. انا شفت تعبان. انا مش عارف اختفى راح فين. بس في ثعبان زي ما في عصفور هناك اهو. في عصفور هناك يا خلاص كيوت. اوكي اللي انا محتاج اعمله ايه؟ اللي انا محتاج اروح اجيب فيليجرز من هنا. محتاج احبسهم عندي هنا عشان التريدنج. محتاجين التريدنج. اصلا الجوبلينز الصغيرين اللي انا لقيتهم في الكهف دول ممكن يغيروا شكل التريدنج.
نهائيا في اللعبه. يعني بدل ما استخدم الفيلجرز المملين دول استخدم الجوبلينز. مش عارف مشكلتهم صغيرين قوي ما تقدرش تحطهم في مكان فاهم. فهي لازم الفيلجرز. كمان الفيلجرز انا عارف هما بيشتغلوا ازاي. وحنفي لسه ما اشتغلش صح؟ تعبان اهو حنفي تعبان اهو. سكان اعمل سكان اعمل سكان. اوكي كويس. احنا هنحتاج المعلومات دي بعدين. ممكن نعمل كتاب تمام. وفي بقى ايه كل صور الموبات الموجوده الجديده دي واللي في السماء اللي عمالي في السماء ده. انا عارفك انت موجود. انا عارفك انت فين. اوكي خلينا نشوف هنعمل الموضوع ده ازاي. هنعمله بالطريقه التقليديه بقى. ياب انا هاخد شويه وقت. اوكي انا متهيألي ده عدد كويس قوي وحطيته كده في مكان تحت الارض وقفلت عليه بالجلوس عشان ما فيش اي موب يدخل له او او يحولك لزومبي. احنا مش عايزين الموضوع يتكرر تاني. فاسمعوا بقى تمام. انا مش عارف انتوا ليه موجودين على الكوكب ده كمان. انتوا تقريبا حاجه ابديه مش هخلص منكم. بس بانكم موجودين على الكوكب ده كمان فانتوا لازم تعرفوا كم حاجه. انتوا ليكوا اخوات تمام. ليكوا ناس هناك في كوكب الارض. تعرفوه كوكب الارض يا في زيكم كتير هناك. كتير هناك كانوا كلهم خدامي واللي ما كانش بيقبل كان بيحصل له حاجات وحشه قوي. فاهمين قصدي؟ فاهم. فانت بالذات فاهم. يعني اللي انا اقول عليه يمشي تمام. تمام هحط درع الايرون ده بقى هنا يمكن احتاجه في المستقبل من يعلم. دلوقتي انا عايز اعرف ايه ده. ما هذا هذه ما هذا اورنج برتقال برتقان. ويت الشجر بقى يطلع عليه برتقان دلوقتي. الله يا عم الله ده برضه برتقان ده ولا ايه؟ يا برضه برتقان. يعني ده شجر برتقان. الله طب نقدر نعمل بالشجر ده بالبرتقان ده ايه؟ او كيكت ايه بوت كيكت فواكه. نقدر نعمل سابلينج لشجره اورنج. حلو. نقدر نعمل عصير برتقان. يا راجل انا مش عارف اقول لك ايه يا حنف. يعني شكرا على الخاصيه الجديده بتاعت الايتيمات اللي انت ضفتها دي جامده قوي حبيبي. على فكرة انت بقيت مصري بزيادة. وعلى غروب الشمس ننهي حلقتنا الجميلة اول حلقة من الموسم الثالث. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم ويكون عجبكم برضو شوية التغييرات اللي احنا عملناها تمام. ولو عندكم اي تعليق عن اي حاجة انا ضفتها في اذا كان من الماب او من المودات اللي انا ضفتها قولوا لي كده في كومنتات. وبس اشوفكم الفيديو الجاي والحلقة الجاية. بيس. نسيت اقول لكم في بس مباشر بكرة هنستكشف في باقي العالم فتأكد من حضورك البس تمام ماشي. بيس.